بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيشن اللي فات استهدفنا فيه التمبلت ستايلز. السيشن بتاع اليوم راح نستهدف فيه الموبايل ستايلز، تمام؟ أنا فاتح نفس ملف السي اس اس يا جماعة، ما أنا هحاول برضو أوفر على نفسي بإني هنسخ الكود، تمام؟ يعني هو نفس الملف مكتوب، يعني بس أنا عملت كومنتنج من تحت موبايل ستايلز، وديت ستايلات التابلت، تمام؟ بالاول يا جماعه راح نكتب ال at media rule بتاعتنا، طبعا only screen and المره دي نستهدف اني انا قلت ان انا عندي اخري بيكون عباره عن 480 بكسل، تمام؟ ماكس width 480 بكسل، وافتح الكيرلي بريسز بتاعتي، وكل ستايلات سي اس اس بتاعي كانت هتتحط جوه الكيرلي بريسز ديت، اوكي؟ تمام، اولهم بالنسبه للبادي، ننسخ كده الجنرال سيلكتور بادي، وبالنسبه للبادي يا جماعه الويتس بتاعي هيكون عباره عن المره دي الويتس بتاعي هيكون بالبكسل، قيمه فيكسد 320 بكسل يا جماعه، انا بستهدف تصميم معين من العرض العام 480، انا عايز منها 320 بكسل. الامر اشبه بان انت بتحاول تحط نفسك في السيف اريا ما بين موبايلز مختلفه، فاهمني؟ انت بتحاول تحط حد امان ما بين كل الريزوليوشنز المختلفه دي بان انت تاخد منها 320 بكسل، فانت حد وسط ما بين ايفون 4 وما بين ايفون 6 والكلام ده، تمام؟ ده بالنسبه للبادي، انا مش محتاج منها حاجه تانية. كجانب برضو انا كنت بقول اني اخدت القصه بتاعت هيدر بوتون، دي المسافه يا جماعه اللي ما بين الكلمه بتاعت موقع تجريبي وما بين الكونتنت اللي تحت منها اللي هو كنت اقصد اقول المسافه ديت ما بين الهيدر ده كله اللي هو فيه الاثنين دول والنص اللي تحت، فانت انسخها ماشي مش مشكله، بس 2 ام كتير جدا، فانا هخليها نص ام، وده جانب مناسب يعني، تمام؟ هرجع للبانر، هاخد البانر ده يابي كابي، وايه انا همنتج عليه ايه بالظبط؟ انا منتج عليه في الاول بالنسبه للويتس، طبعا انا هخلي الويتس 90%، تمام؟ رايت اوكي. الجانب الثاني بالنسبه للهاي، الهاي بالنسبه للبانر اللي هو الفيتشر ايمج يعني، تمام؟ الصوره بتاعي يا جماعه اللي انا جبتها كانت الكلاس الثالثه دي، ارتفاعها هي في الديتيلز بتاعي كان عباره عن الهاي 150 بكسل، الهاي بتاع الصورة كان عبارة عن 150 بكسل، وتسا كان عبارة عن 350، هي الهاي بتاعها عبارة عن 150 بكسل، اوكي تمام. الحديث عن البانر ماشي اوكي، فانا هسيبها 150، بعدين هاخد مارجن زيرو اوتو زي ما انا، وهغير بس بالصوره بتاعي اللي هي هتبقى تقريبا كان اسمها جلاس دوت جي بي جي، اوكي تمام كده كويس وملائم نايس جميل اوكي. بعدين البانر اتش 2 نفس السيناريو هاخده بكوبي، مش تقريبا هغير في البادنج بس مش اكتر، انا هبتدي اغير في البادنج علشان القيم بتاعت ابعاد الصوره الكلام ده هيكون عباره عن، انا كنت بقول ان هي حجمها نفسه كام، حجمها نفسه كام في الكلاس 150 150، والراجل ده كان مستهدف في تصميمها يا جماعه انها تبقى بعيده شويه، ده ان البروجكت، بس هو كان عايز يخلي ان الكلمه نفسها بعيده يعني حتى مش على الصوره دي، بعيده عنها خالص، فهو مزود عن 150 تمام. فهي هو تقريبا القيمه اللي كان حاططها كان حاطط 160 تقريبا او 165 على ما اظن، تمام 165 بكسل، ومش حاطط قيم خالص، 165 بكسل ومصفر الثلاث قيم بحيث ان هو يبقى المسافه بعيده، فاهمين يا جماعه؟ هي انا لسه حاطط لها مارجن زيرو اوتو محطوط لها ماشي اوكي. هي البادنج بتاعها من فوق بس ده الجانب يعني، بحيث انها تبقى تنزل من اول حد الصوره لغايه تحت خالص، المسافه دي تحت الصوره خالص اوكي تمام. ننزل بعدين على المنيو، انا مش عايز منها حاجه، هاخد منيو اتش 2، طبعا الكلام ما فيهوش
ما فيهوش طبعا فلوت، ما فيهوش تدفق خالص. منيو اتش 2، وفي منيو اتش 2 نفس الفكره بس هيصغر شويه، هنخلي القصه ديت 1 ام بس. فونت ويت ماشي، فونت ويت انا مش عايش بصراحه. فونت ويت المارجن بوتون ماشي بالنسبه لي. الكلر هغير اللون قريب، مغير الوان شويه، مخلي القصه بتاعت القائمه الجانبيه مخليها لونها اسود، او مغير اللون ومخلي اللون اسود. يا جماعه خلينا نكتب شفره اللون الاسود 3 اصفار. و حتى هو مش كاتب، مش كاتب يعني، مش حاطط لون في الخلفيه خالص في القصه دي، هو مش حاطط حاجه، هو بس كل القصه ان هو حاطط خط من تحت، هو حاطط خط كجانب جمالي يعني. فماشي، بوردر داش بوتوم، والخط كان لونه اسود برضه 1 بيكسل. المره دي ما فيهوش نقط، المره دي خط مصمت سوليد بلاك. تمام، 1 بيكسل سوليد بلاك. بادنج 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 بادنج، كتير بادنج بصراحه. تكست الاين ب ب ب بنص، هنسيب بادنج زي ما هي، بس المشكله في ال طيب ماشي، الله المستعان. هو انا كده محتاج حاجه يا جماعه، محتاج ان اقول ان الويتس بتاع القصه دي مش هو 100%. انتوا عارفين انا لو سبت الويتس فاضي كده هياخد الويتس بتاع الانسستور بتاعه اللي هو ايه المنيو نفسها، فهتاخد الويتس 100%. فهو عشان كده كان حاطط ويتس ب 80%، يعني هو مقلل شويه عن الويتس وشغال ان بيرسنت على فكره. ليه القصه ديت يا جماعه؟ بمنتهى البساطه علشان الخط ده ما يبقاش في حز الصوره، اصغر شويه عشان يكون اصغر منها بشويه، والجانب ده برضه جانب جمالي، هو تصميم مش اكتر يعني. تمام، ديت الجانب ده. طبعا بالنسبه لي معايا المنيو، بالنسبه لي مفيش منيو بقى، خلاص كل سنه وانت طيب. بالنسبه للمنيو انا اكتبها من عندي بقى، مفيش منيو، انا مش محتاج منيو في القصه دي. فعشان كده اروح انوم اليو ال كلها يا جماعه، منيو يو ال كلها نعمل لها ايه ديسبلاي، وتاخد القيمه نون علشان نسمح بظهور. تمام، العكس بقى، الحاجات اللي احنا كنا منومنها بالنسبه للمنيو دوت سيلكت ديت اللي هنحاول احنا نظهر. تمام، فالمنيو سيلكت مش هتاخد ديسبلاي نون، الكلام ده هتاخد انا مش هقولها ديسبلاي، انا هكسبها اكساب، يعني هقولها الويتس بتاعك هيكون عباره عن 200 بكسل. تمام، يعني ده بالنسبة للقايمة بتاعي. وديسبلاي علشان تظهر هديت سليك، طبعا هتبقى بلوك بعدين، طبعا اكيد احط لها ان انا المفروض اني اعكس، احط ديسبلاي بلوك وبعدين اكسبها الويتس. طبعا انت عارف الان، انتوا عارفين القصه بتاعت، اتكلمنا كتير عن القصه بتاعت الديسبلاي بتعمل ايه والكلام ده. بعدين بالاخير هتكلم عن مارجن، وفي المارجن هنخليه مارجن هو في التصميم سايب مسافه من فوق ومسافه من تحت، فخلاص ماشي من فوق ومن تحت. والمفروض هناخد نسبه 1 ايام واوتو علشان القصه تبقى في النص بقى. تمام، بقى الكلام ده بكنترول اس، ونروح للتصميم بتاعنا احنا ونعمل له ريلود. هنلاقي ان بس اللي يقول لي بتاعتي ظاهره، انا عندي منيو طبعا، انا ما نسيت محط النقطه بتاعت الكلاس فعشان كده عمل لي المشكله دي. تمام، ادي القايمه الجانبيه، لكن عندي مشكله ان الخط ديت مش واخد سنتر الاينمنت على ما اظن. تكست الاين سنتر، ادينج هاش باللون الابيض، ويتس واخد 80%. انا كتبت مارجن هنا، مارجن انا الكلام ده مش متوسطنا، الاتش 2 مش متوسطنا يا جماعه، عشان كده هي اخدت الجانب ده. فمارجن نحط لها 0 روت عشان يعني ده تبقى القصة في النص تبقى معقولة شوية يعني. تمام، هي كده تبقى في النص، المسافة اللي أنا كنت سايبها، وكده القايمة بتاعت العناصر بتاعي. ده تصميمي على شاشة الموبايل، أنا أخدت سيف ديستنس، سيف برضه موت، ما اشتغلتش على 320 كلها، كان من 320 يعني أنا نفسي واخد منها بادنج والكلام ده. ده بالنسبة لتصميم استهدافنا للتصميم الخاص بالموبايلز يا جماعة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.